اليوم حضرنا نحن كجمعية أطباء الجزر الكردستانية وبالتعاون مع شركة الإبلال حفل تكريم أطباء الجلدية الذين تخرجوا من البورد العربي والبورد الكردستاني للاختصاص الجلدية والأمراض التناسلية، وحضرنا تكريمهم وتشرفنا ونتمنى لهم النجاح والموفقية في مرحلتهم المقبلة. أوكات تامباش أم دكتور العامينم سبوري بيست وكرسروتشي كومالي فيزيشكاني بيست لكردستان أوروكا خربوي نوا بهوي تكريم كردنو احتفال با دكتورة كاني بيست كلا بوردي كردستاني بوردي عربي تخرجان كرديا روجي چی زور خوش بو شکو دایش بونو او زمعت ما دید که تخرج جان کردو توانیان در ذاتی زور باش بدست بینن زور ممنون دو شرکی ابلال که او ایونتی ترتیب کرد با کولابریشن نگر که از دیم زور سپاس او رول شاری هولیر بسر پرشتی کومالای پزشکانی پیس لکردستان بسر اوقاتی دکتور علاوین دزی کوبنوای که من کرد وکو و استافی وانا گوت نوا استافی تدریسی ل هر سه پارسگای هریمی کردستان هولیر سلیمانی و دهو لگل درچوانی نوی بوردی کردستانی و بوردی عربی اما لو در فتح دا زور سپاسی کمپانیای ابلال لکین که با سپانسری سرکی ل رخصنی ام ایونت دا که بیشتر لو ایونتش لو لازور بی ایونت و کنفرانس کانی تری نخوش کانی پیس دبیتا سپانسری سرکی ل تیدا. شرفت اليوم بالمشاركة بحفل تكريم طلبة البورد العربي الذين كملوا دراستهم أصبحوا الآن أخصائيين جلدية. أتمنى لهم الموفقية والنجاح. كل الشكر لشركة إبلال ولجمعية كردستان لأطباء الجلد على تنظيمهم لهذا الحفل الأكثر من رائع حقيقة. ومن دواعي سروري أن أشارك في المبادرة البديعة المتألقة التي أقامتها الجمعية الكردستانية للأمراض الجلدية. أيضا يسرني أن أحيي الشركة الداعمة لهذا الحدث وهو تكريم طلبة البورد الكردستاني والبورد العربي اللي أنا أحد أساتذته بهذه المناسبة، وكان جمع خير ومتألق وفرح. أيضا كل الخير كل التقدم لأبنائنا اللي هم راح يأخذون دورهم في عالم الجلد، وكنا نسعى لأن نكون في خدمة بلدنا وأهلنا وجمهورنا. تحياتي مرة أخرى للجمعية وكل فريق الجمعية الفريق اللي يشتغل مع الدكتور العلاوين، وأحيي بالمناسبة الدكتور ديندار أيضا لجهوده الكبيرة في هذا المجال. شكرا جزيلا، نشوفكم دائما بخير وبالأفراح.